على فكرة لو عم تجيب الفول والحمص من السودان كانت اجت هلا. يطولوا بالكم، الغايب حشته معه. لك ليش ما عم ترد على موبايلها؟ اكيد عم بتسوق. ايش وصل لساعه عم تسوق؟ يا بنات انا جعت كثير، عم فكر فوت لف سندويش، شو رايكم لفلكم معي؟ بالله شو؟ وانا اللي هيأت نفسي لاكل فول نفسيا وعاطفيا، هلا اصفى على سندويشه؟ لا حبيبتي، فوق ما تاكي اشغالي واعمالي وتسجيل باستوديو والدايت وجاي لهون لاكل فول وحمص؟ نو واي، لا 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 ابدا ما بقبل. صباحو يه دادو عنا؟ ايش هالصباح الحلو؟ بس لو ما نزعتوا نسومه. ايه ولا يهمك حياتي، نسمه بتعكرك وانا بروقك. ليش هيك قاعدين؟ لانه عم نستنى الفطور الملكي اللي ما كان يوصل لهلا. ليش لهلا ما اجت نسمه؟ لكن مشان شو عامله هالضوجه كلها من الصبح؟ لك حاجه بقى خفوا عن البنت شوي. على فكره هي البنت عم تحط حالها بمواقف كل واحد ابشع من الثاني. معناها رح اعمل دوش لبين ما ترجع نسمه. ماشي باي دادو. شبكي شو صاير معك؟ بنشرت يا عين، قصدي بنشرت السياره. وهي احلى فطور لاحلى صبايا. واخيرا لبوني طعميني. يلا ها بدي خيار وملح. هاتي البندور. ماشي سكي. يا الله بدك تاكلي؟ لا حبيبتي ما باكل خبز بتعرفي. اه بس فول. ولي بس ما تكون الشرطه لاني وقفت السير في ساعه. هيا زار. مرحبا. اهلين كيفك؟ تمام فوتي اشتقت لك. ولي مين خبط هالمره؟ طمني سياره قدري بخير. بس انا شفتك بالمنام بهي الهيئه نفسها. بالله وشو شفتي؟ شفتك انه مبنشره بالطريق وقاطعه الطريق كله وما معك استبنه. مزبوط. شو القصة هالزورة؟ صاير عم تشوفي بالغيب؟ وشفت ميديا كمان. كمان مبنشرة؟ لا شفت شاب ملياردير كبير حافة واقع لقراطيط أدانه في كيكي. ايش الغريب بالموضوع؟ هاد في منه كتير. الغريب حبيبتي انه هذا الملياردير ناوي يتجوزك، بس شو فايت لعندك على الفيلا متنكر. قال بده يعرفك على حقيقتك وبده يشوفك على طبيعتك وكيف بتتعاملي مع الناس قبل ما ينبلى ويتورط فيكي. ايوة وشو شفتي كمان؟ شفت لكم يا ستي سميحة طالعة من الحمام ومقطوعة المي عليها وشعرها كلياته شامبو. يا نور لك المي انقطعت وشعري كله شامبو، شو بدي اعمل؟ عيوني عم تحرقوني. يما ولي ما يكون شادي. عرفتي؟ بس اليوم قلعته. هزار انت شو قصتك؟ شو المنام اللي شايفتي؟ ما بعرف. وشعراتي ما شفته. لكن شو شفتي؟ شفت انه فجأة تفتحوا الباب بتلاقوا بنت صغيرة قدام باب البيت. هزار هزار شو؟ شو شو ما دخلني انا هذا منام. صبايا خلونا نخبر الشرطه. وليش الشرطه بدك اياهم يحبسوني مشان شقفه منام؟ لك شو نحبسك مشان البنت اللي لقيناها على الباب؟ ايه بس شو بدها تعمل لها الشرطه؟ شو بدها تعمل لها؟ بتحطها بشي دار ايتام لبين ما يلاقوا لها اهلها. يعني والله حرام. ليك البنوتي حرام تنحط بدار الايتام. طب شو رايكم يا بنات؟ انا رح اطلع على بيتي ونام، بركي بشوف المنام اخرته وبلاقيكم شو حل لهالورطه. يلا باي باي. هلا انتوا ليش قاعدين هم؟ عرفوا لي مين ابو البنت وانا بخليه تختخ بالحبس. نور هلا انت من كل عقلك عم تحكي؟ بدك تخلينا البنت الصغيره هون؟ ما بعرف. نور بلا جنان، انت لازم تسلميها للشرطه، هي مسؤوليه. شوفي كيف مثل الملاك، معقوله سلمها للشرطه؟ حبيبي ملاك معلش يا صبايا عذروني، انا صوت البيبي بيضرب لي اذني الموسيقيه، اذا بدكم شي حاكوني. ها الحمد لله سكتي. ميرسي حبيبي. لا تبكي
لك يا بنات شو صار معكم؟ لا لا ليك عم بمزح، انا عم بمزح. ويسي ويسي خلص حبيبي حبيبي خلص 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 بيتزا بيمشي الحال؟ ما بتعرفيها هلا عم تصبروها؟ طيب ليه بدنا نتعبلها وعليها حبة البركة؟ ولك لا 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 لقيتها حليب يا نور يا نور لقيتها لقيتها جبت لها حليب حبيبتي ما بيزبط هذا ما بيزبط لك ليش تسرع صلاحية لك مو مش هو صلاحيته هذا ما له حليب للأطفال طب حزيرة شوف تعالوا نطلب دليفري يعني من الصيدلية لا حبيبتي أنا حأنزل أحسن هلا بضل ساعة عم بشرح له امسكي يعني ما استفدنا شيء هيك 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 أيوة طب يلا نور عجلي لا 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 لا